سلام عشان اليوم بنهضر لكم على واحد السعط اللي مؤخرا داير بالبال في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك بسبب واحد الفيديو اللي كيبان فيه حال وحال كوفر فور وعامر فلوس. اغلبية الناس شافوا هذا الفيديو وكاين اللي عجبو الحال كاين اللي ما عجبوش الحال من طبيعة الحال، وكل شيء بدا كيسول اشنو هو المصدر ديال الفلوس ديالو. من تابوش لواحد البلان الا شفتي الفيديو مزيان ولاحظتي غتلقى واحد السيناتيو ديال مازاغون اللي هي هادي، يعني مصدر ديال الفلوس ديال الاقتصاد من القمار. ومازاغون راه كما كيعرف كل شيء هو مركب ديال مركب سياحي في كازينوات في اوتيل. المهم نعرفكم واحد شويه على الاقتصاد. الاقتصاد ملقب بالركوم من مواليد 95 تقريبا، تكون عنده 23 سنه. كيف ما كيحسب الاغلبيه ديال الناس كيشوفوا هاد التصاور باللامبورغيني وهاد اللوكسور لايف وكيقولوا بلا راه مشوق ولا شي حاجه، بلا على العكس. هاد التصاور ولد سباته من كازا، عاش كبر في طاليان وعائله بخير، يعني ماشي فقراء ولا شي حاجه، الحاله العائليه متزوج ويلا تزادت عنده بنيته. الاهتمامات ديالو راه كيف ما كتشوف كيعيش الحياه بالمعنى الحقيقي ديالها، ما كيخدم بما والو وما كيتقعدوش ليه الفلوس. اغلب ستوريات اللي كنشوفو الا مشى دار الشوبينغ ولا شي حاجه كيخلي 16 مليون في 3 ايام ولا اكثر، غير فيليب بلان ولا بلاي بوي ولا غوتشي. وكما قلت لكم ما كيتقادوش ليه الفلوس، علاش؟ حيت بعض المرات كما كيلوح شي ستوريات كيدي معاه 5 مليون ولا 10 مليون كيرجع ب 100 مليون. وكما كتشوفوا في هذه التصويره في راس العام ربح مليار و 300 مليون، ها هو الدليل في السيناتيور ديال مركب مازاغون ديال البنك الشعبي. شيك مليار و 300 مليون، يعني غير مشى راشق عليه مشى قصر واحد شويه ربح مليار و 300 مليون. ايماجيني تقدر تخدم حياتك كامله وما غاديش توصل لهذيك المبلغ، هو ربحها في نهار. هذا واحد من النونوس عزيز علي بزاف، هذا النونوس حياته احسن من حياتي. هذا فيديو ديال ملي كيربح وكيرجع للدار، شوفوا شنو كيدير. هذا ستور ديال الحوايج في واحد اللامبو كلاسيك خضراء غير ديال الشو، يعني الاستعراض والتفلعيت. وهذا كراج ديال الماطر اللي عنده كيحط فيه لامبورغيني ديالو.
تزداد لاخو جامي شوجات لا العقل حريم الجاية وشيطان قتلكم ويوي واخا ديروا الطلاسيم. أغلبية البلايص اللي تلقانا فيهم مراكش، كازينوات ديال مراكش ومازاغون اللي في جديدة مؤخرا ولا معروف فيهم السيف ولا كيدير روب الأغلبية قمارة أجنبيين. قبل كان كي قمر في كازينوات عالمية خصوصا في باريس في لندن وفي ميلان، وخلق الجدل مؤخرا حيت ما ماشي من الطبيعي واحد في سن صغيرة يحقق هاد الثروة كاملة من القمار، بالإضافة انه عبقري ونابغ في هذه اللعبه اللي هي لعبه البوكر.